التجربة الثالثة في عدد 8 و9 يقول: ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عالي جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها. في إنجيل لوقا يقول: في لحظة من الزمان. فقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت ليا. في التجربة الثالثة دي بيستخدم مجد العالم وبريقه وكأنه بيعمل كده هو استعراض للعالم. المسيح يقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فيقول له: أنا هدي لك كل ده. وهنا بنلاقي فلسفة تانية واستراتيجية تانية بأنه يخليني يلفت نظري أنا لنفسي، يحول عيني عن الله بالتشكيك في نفسي وفي ربنا. فيجي هنا هو يثير شهوة امتلاك الأشياء، ولغاية النهاردة بيعمل كده مع الناس. أنا عايز عربية الفلانية، أنا عايز البيت الفلاني، أنا عايز أبقى زي، أنا عايز أرتقي بمستوايا، أنا عايز أمتلك أشياء. وبالتالي أنا برفض الخضوع لله والولاء لله وعطاء الذات لي، لأن أنا بأعطي نفسي. فتكون النتيجة أنه الغاية تبرر الوسيلة، فأبتدي أسقط في أخطاء وعيوب تانية. والتجربة دي إبليس بيعملها لغاية النهاردة مع ناس كتير. لكن عشان كده يجي الكتاب ويقول: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. خدوا بالكم واصحوا كويس قوي. لكن التجربة دي كانت ضد هدف المسيح تماما من أنه يوصل للصليب، زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت أنه إبليس بيحاول يخلي المسيح يبعد عن الصليب. أنت مش جاي عشان تأسس مملكة، تعال أنا أدي لك المملكة. وهذا التجارب الثلاثة اللي بيتكلم عنها رسول يوحنا، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. تمام.